الكرام، تستمر المنافسات في ميدان التحدي درة ميادين الخليج، وبصوت زميلي شجاع العتيبي يتواصل بثالث الأشواط. شكرا للزميل مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. تتواصل للتحديات والانطلاقات هنا على ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة، وانطلاقة شوطنا الثالث المخصص للاجذاع الابكار الاعمانيات. ومن مسافة 6 كيلومترات انطلقت هذه الاسماء واندفعت هذه الشعارات. نتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول، من تحتل الصدارة صعايب فلاح بن سعود بن ناصر العجمي، من يقدم لنا صعايب مع المركز الاول. المركز الثاني، من تحتل المركز الثاني العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري، يتقدم مع العفريت على ثاني التحديات. المركز الثالث الوصول والقدوم من ريبة، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يقدم لنا ريبة مع المركز الثاني. مع المركز الثالث، المركز الرابع الوصول من سمحة، مبارك بن محمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا سمحة مع المركز الرابع. المركز الخامس الكايدة، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يتواصل مع الكايدة على خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة والمندفعة هنا على أرضية هذا الميدان في سن الإجذاع. نعود مع شعار العجمي وشعار أبناء الكويت الحاضرين هنا في هذا الصباح وفي هذه التحديات والانطلاقات المميزة مع صعايب. صعايب مع المركز الأول، فلاح بن سعود العجمي يتقدم مع البداية. المركز الثاني الوصول من ربية، من تحتل المركز الثاني بشعار ناصر بن عبد الله المسند يتواصل مع ربية على ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول والقدوم من العفريت، هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتقدم ويتواصل مع العفريت على ثالث المراكز. المركز الرابع الوصول من شعار بن نايفة، من يحتل رابع الأسماء ورابع التحديات، من تنطلق هنا بهذا الشعار المميز، شعار بن نايف الحاضر في هذا الصباح مع سمحة، مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري مقدما لنا سمحة مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من الكايدة، الكايدة مع المركز الخامس، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يتواصل مع الكايدة على خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن العودة، العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول مع صعايب وأبناء الكويت هنا حاضرين، هنا متمنين بانتزاع هذا الشوط المميز، شوط الإجذاع العمانيات. يتقدم العجمي فلاح بن سعود بن ناصر العجمي الفهادي، يتقدم هنا مع المركز الأول، ربية مع المركز الثاني. ولكن التسلل هنا من الشايبة، خالد بن عبد العزيز بن محمد السويدي يتقدم في هذه اللحظات، يغير مع المركز الثاني. المركز الثالث ربية، ربية مع ثالث الأسماء هنا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع ربية. المركز الرابع
الوصول والقدوم من سمحة مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري يتواصل مع سمحة على رابع الأسماء على رابع التحديات. وأيضا الزعبي يتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. هنا شعار الزعبي الحاضر مع الكايدة خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي والوصول من الشعار البرشلوني يتقدم مع غازية سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي يقدم لنا في هذه اللحظات غازية من تغزي الصدارة هنا بالشعار البرشلوني. ولكن الشايبة غيرت مع البداية غيرت مع المركز الأول. خالد بن عبد العزيز بن محمد السويدي يتواصل في هذه التحديات وفي هذا الانطلاق المميز. ربية مع المركز الثاني ناصر بن عبد الله المسند يتقدم. هنا راشد بن بطي الزعبي الشرس يقدم لنا ربية مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من غازية. غازية تتقدم هنا بشعار البرشلوني يتقدم شعار النعيمي سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي مقدما لنا غازية مع المركز الثالث. المركز الرابع الطيارة الوصول. مرحبا مرحبا بهذا القدوم مرحبا بهذا التسلل مرحبا بالطيارة. هنا سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم مع الطيارة هنا مع صاحبة الإنجازات وصاحبة البطولات. هنا صاحبة الشلفة في مهرجان الأمير الوالد تتسلل هنا من مركز إلى مركز تفرق الصفوف. هنا الطيارة إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني وفي طريقها إلى المركز الأول. وأيضا شعار بن مقارح يتقدم مع المركز الخامس مع هوايل علي بن حمد بن علي بن مقارح يتواصل مع هوايل مع المركز الخامس. ولكن نعود مع البداية نعود مع المركز الأول. الشايبة مع المركز الأول الشايبة مع الصدارة. هنا تنطلق بشعار خالد بن عبد العزيز بن محمد السويدي ولكن الطيارة مع المركز الثاني. الطيارة تنطلق هنا بشعار بن فاران سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم مع الطيارة صاحبة العوايد صاحبة الانجازات. هنا تحضر في هذا المحلي السابع بشعار بن فاران بشعار الذهبي مقدما لنا الطيارة. غيرت مع البداية غيرت مع المركز الأول. يا سلام يا الطيارة يا سلام. المركز الثاني وصلت غازية غازية مع ثاني الأسماء بشعار سالم بن عنزان النعيمي والشايبة بشعار السويدي. وصل بن مقارح مع هوايل على رابع الأسماء. ولكن الطيارة طارت الطيارة مع المركز الأول. سالم بن جابر بن فاران المري انطلق مع البداية انطلق مع الطيارة مع صاحبة العوايد صاحبة الإنجازات. تكرر العوايد تكرر البطولات تكرر النواميس وتحصد النواميس لهذا الشعار المميز شعار الذهبي. الطيارة شوط العمانيات الإجذاع مع الطيارة ومع شعار بن فاران سالم بن جابر بن فاران المري. الطيارة طارت بناموس هذا الشوط بناموس شوط العمانيات مع شعار بن فاران مع شعار الطيارة مع أم العوايد مع أم الإنجازات. سلام يا الطيارة سلام سلام يا أبو جابر سلام. تهانينا والناموس المركز الثاني. خيرة فهيد بن سالم بن علي الانقح المركز الثالث. الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد السويدي المركز الرابع. هوايل علي بن حمد بن علي بن مقارح المركز الخامس. المركز الخامس
نوافيكم بمتابعينا الكرام بعد قليل. اذا متابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الطيارة سالم بن جابر بن فاران المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 9 دقائق 14 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الطيارة سالم بن جابر بن فاران المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني خيرة فهيد بن سالم بن علي الانقح المري. 9 دقائق 16 ثانية 22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد السويدي. 9 دقائق 19 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.